أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: إنني في شهر رمضان المبارك كنت أصلي التراويح وحدي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وصليت صلاة العيدين، فهل تجوز صلاتي أم لا؟ مع العلم أن معي رجلا سودانيا نصلي جماعة، هل هذا جائز أيضا أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. يجوز أن تصلي التراويح منفردا وأن تصليها مع جماعة، ولكن صلاتها في المسجد مع الجماعة أفضل. وأما صلاة العيد فتصلي مع المسلمين ومع الإمام، إلا إذا فاتتك الصلاة فإنك تقضيها على صفتها. وإن كان معك أحد قد فاتته الصلاة فإنكم تصلون جماعة على صفة صلاة العيد، ويكون من باب القضاء.